السلام عليكم. اليوم نروح لولاية غذاية لنقف على الأشغال تاع جزء من الطريق السيار شمال جنوب، أشغال الازدواجية وتحسين المسار، إذا وإعادة يعني الميزانيفو، إعادة الاعتبار لهذه الطرقات اللي في إطار يعني الجهود العامة اللي راهي موجود الآن، الحمد لله راهي منتشرة في كل ولاية الوطن، نتاع القضاء على الطرقات الخطيرة وتسهيل حركة المرور. إذا فيه مشروع لازدواجية الطريق العابر للصحراء أو الطريق الوطني رقم واحد على مستوى إذا ولاية غردايا. نخليكم تتابعوا هذه الأشغال إذا، والسلام عليكم. مرور كثيرة سيتم تجنبها مع بداية أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد العابر للصحراء على مسافة 10 كيلومترات ببلدية متليلي ولاية غردايا. راهو مسبب حوادث كبيره، يعني كي يديروا ازدواجيه الطريق شويه تنقص الحوادث. هو من بين اهم المشاريع التي شرعت فيها مديريه الاشغال العموميه لولايه غردايه لضمان سلاسه مرور المركبات والبضائع. طريق يمر على عده مناطق عمرانيه وعده بلديات، من بينها بريان، واد نشو، عندنا غردايه، العطف، بونوره، متليلي، المنصورة. هذا الطريق كما قلت يبلغ طوله 170 كيلومتر، عندنا فيه 101 كيلومتر مزدوج، وعندنا 69 كيلومتر غير مزدوج. من بين 69 كيلومتر تم الانطلاق، تم تسجيل عملية في سنة 2024 على مسافة 10 كيلومتر، بحيث تم الانطلاق نتاعها يوم 2 جويلية. وبهدف تأهيل شبكة الطرقات وإنعاش التنمية الاقتصادية بالولاية، انطلقت مؤخرا أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 49 على مسافة 20 كيلومتر ببلدية بريان. هذا الطريق يربط من الناحية الاقتصادية، يربط ثلاث مناطق بترولية اللي هي عين ميناص، حاسي مسعود، وحاسي رمل، ويعرف كثافة مرورية كبيرة بحيث تقدر حركة المرور بالوزن الثقيل تفوت 60%. أهم المشاريع التي استفادت بها بلدية بريان، وأجل إنجازها 12 شهرا، وحسب الوضعية الحالية فإن هذا المشروع يتم بوتيرة جد متسارعة. مشاريع ستمكن البنية التحتية من الاستجابة لمتطلبات حركة المرور التي تزداد كثافة.